أول صاروخ تركي يزيل السفن الحربية من الخارطة. مفاجأة من أثقل عيار. قال مدير عام الشركة التركية لصناعة الصواريخ روكيت سان مراد كينجي إن تركيا اكتسبت من خلال صاروخ أطمج الجديد القدرة على إنتاج واستخدام صواريخ محلية مضادة للسفن تزيد من كفاءة القوات البحرية لحماية المياه الإقليمية. وذكر كينجي أنه بحلول نهاية العام الجاري ستبدأ مرحلة الاستخدام الفعلي للصواريخ المضادة للسفن أطمجة من قبل البحرية التركية، وأكد أن الشركة أنهت بنجاح اختبار صاروخ أطمجة في آخر اختبار له قبيل إدراجه ضمن ترسانة القوات المسلحة. وأضاف أنه لأول مرة تمكنت البحرية التركية من تدمير الهدف بنجاح باستخدام صاروخ مضاد للسفن تم إنتاجه بخبرات محلية. وأوضح كينجي أنه بقيادة وإشراف رئاسة الصناعات الدفاعية التركية وفي إطار مشروع إنتاج صواريخ محلية مضادة للسفن تمكنت وبالتعاون مع شركات محلية مثل أسلسان المتخصصة في الصناعات الإلكترونية العسكرية ومؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركية توبيتاك من جعل بلادنا قادرة بالفعل على إنتاج صواريخها المحلية المضادة للسفن واستخدامها عبر جميع المنصات. وحول مرحلة الإنتاج المتسلسل للصاروخ قال كينجي إنها بدأت بالفعل، مشيرا أن الصواريخ الأولى من هذا الإنتاج ستكون جاهزة نهاية 2021، وأوضح أنه مع إنتاج صاروخ أطمجة ستكون السفن التركية قادرة على حماية المياه الإقليمية من جميع التهديدات.